بعد سلسلة اجتماعات مكثفة توصلت الأرجنتين إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفرج بموجبه الأخير عن 4.7 مليار دولار ضمن إطار خطة لإعادة جدولة ديون البلاد. بوينوس آيرس التي تعاني من مستويات تضخم قياسية فقط 160% وترزح تحت وطأة الديون، يسعى رئيسها الحالي خافير ميلي في بداية عهدته إلى تخفيض الإنفاق العام، خاصة بعد تدهور الوضع اقتصاديا في واحدة من كبريات اقتصادات أمريكا اللاتينية. حزمة إنقاذ بقيمة بلغت 44 مليار دولار سبق لصندوق النقد الدولي أن أقرها لفائدة الأرجنتين عام 2018 إبان عهدة الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز، بيد أن حالة الجفاف وتداعيات وباء كورونا جعل من الصعب على بوينوس آيرس بلوغ الأهداف المسطرة والإيفاء بالتزاماتها. وفي انتظار تأشير مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الموافقة النهائية للاتفاق، يتطلع المواطنون في الأرجنتين إلى تحسين مؤشرات اقتصاد بلادهم وانعكاس ذلك على ظروفهم المعيشية.